يلا بقى خليها تخرب ما تعمر. كنا دايما بندق أجراس الخطر من خطر الروبوتات التي تعمل من خلال نظام الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يتصاعد وبدأ يتطور خلال فترة وجيزة للغاية. كنا دايما بنقول يا اخوانا خلي بالكم الروبوتات قادمة، يا اخوانا خلي بالكم الروبوتات من الممكن ان تبيد البشر. حاليا دلوقتي حضراتكم نقدر نحذر في الحلقة ديت من ان هناك تحركات فاعلة جدا تم البدء فيها منذ ايام قليلة من اجل تحويل البشر الى روبوتات بحيث يعملوا من خلال رائحة إلكترونية يتم غرسها في قلب الدماغ ويتم التحكم فيهم. ما تيجوا بينا نعرف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. يعني إحنا هنلاقيها منين ولا منين يا جماعة؟ يعني من الروبوتات العادية ولا محاولة تحويل البشر إلى مجموعة من الروبوتات؟ حضراتكم عارفين كويس جدا إن إيلون ماسك صاحب شركة سبيس إكس وموقع إكس اللي هو موقع تويتر سابقا، بالإضافة إلى شركات أخرى زي نيورالينك اللي هي متخصصة في غرس الشرائح الإلكترونية في أدمغة البشر، أسس الشركة دي اللي هدفها إزاي إن إحنا نصلح البشر بحيث لو فيهم عيب خلقي، سواء إذا كان مثلا حد عنده إعاقة في الأطراف أو في البصر أو في أي حاسة من الحواس، وفي ذات الوقت نطور قدرات البشر بشكل غير عادي. الكلام ده كله من خلال شريحة إلكترونية، الشريحة دي ممتد ليها مجموعة من الأطراف اللي هي زي الأعصاب بحيث تتواصل مع الأعصاب الجسدية بتاعة البشر، ومن خلال الشريحة دي يقدر الواحد اللي اتغرس في دماغه الشريحة دي يقدر يتواصل مع الكمبيوتر بتاعه، يقدر يتواصل مع الروبوتات، ويقدر يطور قدراته. لو كان عنده في مشكلة في البصر يرجع له بصره مرة تانية، وفي ذات الوقت يتم تنمية قدراته العقلية، لدرجة ان احدى الشركات اللي اخذت موافقة من السلطات المسؤولة في امريكا بدأت تغرس هذه الشريحة في ادمغة البشر. النتيجة ان اللي اتغرس في دماغه الشريحة دي بدأ يتواصل مع جهاز الكمبيوتر بتاعه عن طريق البلوتوث ويعمل عمليات متفاعلة جدا عن بعد. تخيلوا يعني ايه لا مؤاخذه، يعني حضرتك تقدر تحط الداتا والمعلومات والبيانات في قلب الشريحه دي، وبناء عليه معلومات تاريخيه جغرافيه حسابيه معادلات هندسه معلوماتيه، كل الحاجات اللي سيادتك كنت انت بتاخدها عشان تدرسها طوال سنوات طويله جدا هيتم وضعها في الشريحه دي من خلال الهارد اللي موجود جواها. النتيجه ان سيادتك اصبحت بتمتلك كل هذه المعلومات، مش كده وبس، تقدر من خلال السيستم التي اللي هتوضعه الشركة اللي غرست الشريحة ديت تقدر تتحكم فيك على البعد عن طريق الأقمار الصناعية بحيث توجهك زي ما هي عايزة. الشركات طبعا بتقول ايه، لا 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 احنا مش هنقدر نتحكم في البشر يا جماعة، بس احنا ايه هنكون على اتصال مع الشرايح ديت على البعد عن طريق الأقمار الصناعية أو عن طريق الإنترنت أو الكلام ده كله، بحيث إن إحنا لو حصل في خلل ولا حاجة في الشريحة دي نقدر نظبطها. طيب ما هو أنت سيادتك تقدر إنك أنت توجه البشر بالطريقة اللي أنت عاوزها إلى درجة إنك أنت تقدر تغرس فيهم المشاعر والأحاسيس والكراهية اللي أنت عاوزها، وتقدر توجههم زي ما أنت عاوز، لأن الشريحة دي مرتبطة مع الأعصاب والشعيرات الدموية الموجودة في قلب المخ. نيورالينك المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك حصلت على ترخيص من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية الـ FAD من قيمة شهرين، بحيث أن الترخيص ده يسمح ليها بإجراء تجارب بشرية لشريحتها الدماغية. وبالأمس أطلقت شركة نيورالينك المرحلة الأولى من اختبارات الشريحة بتاعتها الدماغية اللي اسمها N1، وأعلنت بحثها عن مجموعة من المتطوعين تزيد أعمارهم عن 22 سنة لإجراء تجارب عليهم. وقالت الشركة في بيان إن المتطوعين يجب أن يكونوا مصابين بالشلل الرباعي، بحيث هيتم إجراء اختبارات عليهم على أساس من خلال الشريحة دي يتم إعادة الحركة مرة تانية للأطراف المشلولة دي، ده اللي قالت الشركة، بحيث يكونوا مصابين بالشلل الرباعي أو بالتصلب الجانبي الضموري. وتستمر المرحلة الأولى من التجارب عدة سنوات،
طبعا مش شركة نيورا لينك فقط لا غير، هي التي أعطيت موافقة وترخيص. ده في شركة اسمها شركة سينكرون حصلت السنة اللي فاتت على ترخيص لإجراء تجاربها على البشر لزرع شريحة في أدمغتهم، وبالفعل زرعت أول شريحة دماغية في رأس مواطن استرالي مكنته من الكتابة على الكمبيوتر بمجرد التفكير في الأحرف والكلمات. يا لهوي أخوانا في إيه؟ ونجح عدد من الباحثين في مجموعة من الجامعات البريطانية والأمريكية في تطوير أساليب تستخدم الذكاء الاصطناعي والشرائح الدماغية لمساعدة المصابين بأمراض تعيق الحركة بتاعتهم والتعامل مع أجهزة الكمبيوتر باستخدام الأجهزة الإلكترونية بمجرد التفكير فيها. يعني الواحد لو تركب له الشريحة دي يجي مباشرة قدام الكمبيوتر عن طريق البلوتوس أقدر إن أنا أجري أي نوع من العمليات. شفت حضراتكم النظارات بتاعة جوجل؟ إنك أنت بتبص للنظارة وهي وإنت لابسها كده تبص مثلا لتطبيق من التطبيقات، تروح أنت باصص له يروح هو مفتوح عبر أشعة العين اللي بتصدر من خلال النظارة، فيتم فتح التطبيق وتتصفح، تقدر تتصفحه زي ما انت عاوز، وتقدر تبعت رسالة مثلا إلكترونية، رسالة عبر الإيميل أو رسالة SMS عبر النظارة اللي انت لابسها. تخيل بقى حضرتك النظارة دي هتتغرس عبر شريحة، الشريحة يكون عليها مجموعة من البيانات والمعلومات وكم ضخم جدا من البيانات والمعلومات والتطبيقات، تقدر تتعامل مع أي منها وتقدر تتعامل عن طريق الكمبيوتر بأي حاجة من غير ما تمد إيدك، من غير ما تعمل أي حاجة في أي حاجة لأي حاجة. طب ايه بقى؟ يعني حضراتكم دلوقتي تقدروا تقولوا ان ديت خطوات بمقتضاها البشر هيتحولوا لمجموعة من الروبوتات، تقدر انك انت تتحكم في البشر. يعني افلام الخيال العلمي السابقة اللي احنا كنا بنستمتع بيها واحنا بنقزقز لب وبتاعه وبنقرقط ضوافرنا كده، انا من الناس اللي بتقرقط ضوافرها عند اي نوع من التوترات، واحنا بنقرقط ضوافرنا كده واحنا متوترين جدا ومستمتعين او بفيلم الخيال العلمي ده اصبح واقع. وزي ما قلت لحضراتكم في حلقات سابقة، كل الخيال العلمي سابقا تحول الى واقع لان المبدعين او الادباء هم الذين يضعون اسس الاختراعات الكبرى والعلماء بياخدوها وبيترجموها الى واقع. وليس يدل على ذلك مثلا من رواية الكاتب العالمي جول فيرن اللي هي 3000 فرسخ تحت الماء، وصف الغواصة قبل ما يتم اختراعها وصف دقيق جدا ازاي ان هناك آلة بتتحرك في قلب المية تحت المية وتتحرك يمين وشمال وتجتاح القارات والكلام ده كله، وازاي ان المقصورة بتاعة الربان فيها كذا ونظامها كذا ووضعيتها كذا. جم العلماء خدوا من الرواية دي التفاصيل الآلة دي فاخترعوا الغواصة. نفس المسألة دي رواية أو روايات أو مجموعة أو سلسلة روايات الكاتب البريطاني اتش جي ويلز اللي كان من بينها حرب الكواكب. الولايات المتحدة الأمريكية أخذت الرواية دي وطبقتها على أرض الواقع واستفادت من إبداعات اتش جي ويلز. هو ده اللي بحصل، كل حاجات أو إبداعات الخيال العلمي اللي احنا كنا بنتريق عليها ونقول دي أفلام هندي تم ترجمتها إلى واقع، العلماء أخذوها واستفادوا منها وترجموها إلى واقع. نفس المسألة، سابقا كنا بنشوف بشر بيتم التحكم فيهم أو روبوتات تتمرد على البشر، النتيجة حضراتكم تداعيات كثيرة للغاية بدأت تترجم من الخيال العلمي إلى الواقع. ماسك يحقق حلمه ببدء زراعة رقائق إلكترونية في أدمغة البشر، نيورالينك تبحث عن متطوعين لزرع الشريحة بتاعتها الذكية في الأدمغة بتاعتهم. طبعا بعد فترة من تطور هذه الشريحة تقدر الشركات ان هي تتحكم في عقول البشر وتتحكم في تحركاتهم. النتيجة انت حولت البشر بهذه الشاكلة الى روبوتات، لانك انت ما انتش ضامن ان الشركات صاحبة هذه الشرائح تتعامل بشكل كويس بحيث ان هي تعطي الحرية للبشر. ما اعتقدش، لسبب بسيط للغاية، الحكومات المتعاقبة سهل جدا ان هي تستخدم السيستم اللي بتدار من خلاله هذه الشرائح فتتحكم في الشعب بتاعها. ربنا يسترها.